السلام عليكم. تفقد والي ولاية سطيف في بحر الأسبوع الماضي المدرسة العليا لتكوين إطارات الجماعات المحلية، وهذه المدرسة اللي تقع في مدينة سطيف يعني عندها طراز معماري جميل جدا. صح هنا ما تظهرش مليح في الصور اللي عندنا، لكن شفتها حاجة رائعة، والتصميم كذلك يدل على ذلك. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.